منا هاتي الكيكه اللي انت عاملاها دواقي مرات خالي. لا لو سمحتي انا بلاش الكيكه، ما جبتش معايا دواء التلبك. لا ده اكل منا اتغير خالص، دي طول النهار فاتحه قنوات الطبخ وبتتعلم منهم. تعالي اتفضلي يا طنط. ميرسي يا حبيبه طنط، اقعدي لنا في حته بقى وتلهي، انت عامله زي الكرومبه. دي البت خست قوي، دي مهتميه برشاقتها اليومين دول وطول النهار فاتحه قنوات الرياضه 1 2 3 4 اي. طب اسحبي منها بقى الريموت احسن تجيب لنا قناه التت وتفضحنا. لا احنا ما عندناش بنات تفتح حاجات زي كده ابدا، احنا نسلمها لعريسها قطه مغمضه زي ما هي كده. هو عمر فين يا طنط؟ عمر ماله؟ فين؟ يا اختي هو حد بيتلم على عمر ده ليل ونهار بيسهر لوش الفجر ما بنشوفوش. كل الشباب كده في الاول، بس بعد كده لما يتجوز ويقعد ويبقى له بيت نعرف نروح له فيه. هيبقى زي الفل. صدقي كل يوم مع واحده تانيه. خبره جدا. بياخد فلوسهم. يحوشها جدع. حبيبي مدبر. بيلعب بيها قمار. بقول لك ايه يا حياتي؟ انا فاهمه انت بتقولي الكلام ده ليه؟ ها؟ انا واحنا هنتوه عن عمر ولا انت قصدك بقى ان بنتي معيوبه؟ ده انا فله. أمرة فشر قطع لسان اللي يقول كده. أنا بس يا حبيبتي بخاف من جواز القرايب عشان الناس، يعني الأم تبقى هبلة وهطلة وعبيطة ومجنونة كده والأب يبقى زي الفل زي ابني. لا سيبيها على الله، ده نصيب يا يتم. يا جماعة أنا شمم ريحة كيكة، في البيت كيكة عندنا، في دروس خصوصية، حد بده غيري؟ خد يا حبيبي منى عاملة الكيك ده. إيه ده منى؟ دوق. تسلم إيديك يا بت. جسر عجبتك؟ قوي. مفيش احساس. ازيك يا ماما؟ الحمد لله يا حبيبي، كنت فين لحد دلوقتي؟ يا ماما انت من امتى وانت بتسالينا الاسئله دي؟ اتاخرت كده ليه يا عمر؟ نعم. الساعه فينا كام يا استاذ؟ الساعه 7 و... ايه ده ايه ده؟ وانت مالك انت؟ ده انا امي ما بتسالنيش السؤال ده. ما هي لسه سالاكوا؟ هي سالتني انا ما سالتوش هو، هي ما تقدرش تساله هو. بالظبط ما تستجراش. ايه يا ماما؟ وانت من امتى فعلا بتسالينا الاسئله دي؟ اديكي فتحت علينا فتحه اهو. عم شلبوكا. نعم. عايزينك في موضوع كده، تعالى. موضوع مهم قوي. تعالى بس. عايز انا اذنكم، عايزيني في موضوع مهم. اتفضل. يا ريت يا ريت يا ريت يكون اللي في بالي. هيكون اللي في بالي ونكيد العوازم. اتفي في وشي. انا عاوز اعرف ايه الموضوع المهم اللي انتوا عاوزيني فيه. عايزينك تعمل لنا قنبله. يا جماعه يا جماعه القنبله دي عايزه موز وتفاح وانا ما عنديش. ايه ده؟ بتاع العصير اللي جنبنا بيحط موز وتفاح وفراوله وقشطه وجيلاتي. ايه ده؟ احنا مش عايزين قنبله من قرنك ولا ديناميت من الشبراوي، عايزين قنبله بتنفجر. بتنفجر؟ انا قلت عملتوا جريمه قتل وحرقتوا شقتكم عشان تتستروا على الجريمه وتمحوا اثار الجريمه. يا ناهي تعالى هنا. بس تنده لعمتنا، هتعمل لنا ايه عمتنا يعني؟ انت بتتوه عشان مش عارف تعمل حاجه وخايب. انت عارف ده مسمينه ايه؟ ايه؟ مسمينه كوروديه الكيميائيين. مكتوب كده على سور المترو، ومع كوروديه الكيمياء شلبي سلوفان. انا فعلا قلت لك الموضوع محتاج كيميائي، ده كهربائي. ولا حتى حصل كهربائي، ده الكهربائي بيفهم. ده انت خايب خيابه. طب تصدقوا بقى ان سهل جدا ان انا اعمل قنبله؟ القنبله بتتعمل بملح الطعام من كلوريد الصوديوم. الراجل ده بيلعب بملح الطعام لعب، انا ما شفتش كده، ده دماغه ملحت من كتر العلم.